يسعدني أن أتواجد بينكم اليوم في هذه الربوع الطيبة من وطننا الحبيب نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي يبلغكم ويشرفني أن أقول لكم تحياته، حيث تعذر عليه الحضور نظرا لالتزاماته المتعلقة بالدخول المدرسي الحالي، وذلك من أجل تنصيب السيد عبد العاطي الصفر مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعا تافيلات بعد تجديد الثقة التي وضعت فيه الحكومة من خلال تنصيبه في المجلس الحكومي السابق وتعيينه لإدارة هذه الأكاديمية في يوم الخميس 14/1445 الموافق ل 31/2023 خلفا للأستاذ المبرز علي براد الذي أحيل على التقاعد بعد مسيرة زاخرة وحافلة بالعطاء والجد والاجتهاد والكد والمثابرة كرسها لخدمة منظومة التربية والتكوين ببلادنا من خلال مختلف المهام التي تقلدها خلال مشواره المهني الحافل والطويل الذي ناهز 40 سنة. أستاذ مبرز ومديرا لمركز الأقسام التحضيرية ونائبا للوزارة حينها، ثم مديرا لأكاديمية جهة سوسمسة درعا سابقا، وبعدها مديرا لأكاديمية جهة درعا تافيلات، بل مؤسسا لأكاديمية جهة درعا تافيلات. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستبقى على تواصل قائم، وهذا التواصل قائما ومستمرا مع الأستاذ الفاضل علي براد نظرا للتجربة والخبرة اللتين راكمهما خلال مسيرته المهنية خدمة لمنظومة التربية والتكوين. أيها السيدات والسادة الكرام، فكما تعلمون تعرف منظومتنا التربوية دينامية حثيثة منذ مجيء الحكومة الحالية، مرتبطة بتنزيل خارطة طريق الإصلاح 2022-2026 التي سهر ويسهر السيد الوزير السيد شكيب بن موسى على تنزيلها بحذافيرها، والتي تمخضت عن القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة الإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي قطع تنزيلها أشواطا مهمة نتج عنها إعداد إطار إجرائي لتنزيل هذه الخريطة خريطة الطريق ببرامج 20 برنامج يهدف بصفة شمولية إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاث لهذه الخريطة لخريطة الطريق، وهي ضمان جودة التعلمات، تعزيز تفتح المواطنة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، تحقيق إلزامية التعليم. إلى جانب ذلك، ومن بين العمليات المتخذة لتنزيل إطار إجرائي لخريطة الطريق، تم الشروع في أجراءات مشروع مؤسسات الريادة بشكل تدريجي على تنزيل مكونات من قبيل الدعم وفق المستوى المناسب، طعم التدريس الناجح والتدريس بالتخصص في التعليم الابتدائي وغيرها من المكونات، وعلى مستوى المؤسسات الثانوية بدأ العمل تدريجيا بالفصول الرقمية وبمنصات تدريس اللغات، إلى جانب التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى التعليم الابتدائي واللغة الإنجليزية على مستوى التعليم الثانوي والإعدادي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتغير الوصول إلى تحقيق نموذج جديد للمدرسة العمومية ذات جودة، مع التركيز على الالتقاء بثلاثية المنظومة التعليمية وهي التلميذ الأستاذ وكذلك المؤسسة التعليمية. وستكون المناسبة غدا إن شاء الله السيد الوزير الذي ستكون له ندوة صحفية سيقدم مستجدات الدخول المدرسي 2023-2024، وهي مستجدات متعددة ومتنوعة تهدف بالأساس تنزيل خارطة الطريق 2023-2026. أيها السيدات والسادة، إن تحقيق مدرسة الجودة للجميع لن يتأتى إلا بتضافر جهود كافة الشركاء والمتدخلين من سلطات ولائية وإقليمية ومحلية ومنتخبين ومجتمع مدني وهيئات نقابية وأمهات وأباء التلاميذ والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكافة أطر التربية والتكوين بمختلف هيئاتهم. وأنتهز هذه المناسبة لتوجيه الشكر للجميع وعلى رأسهم السيد والي جهة درعا تافيلات عامل إقليم راشدي على المجهودات والمواكبة المستمرة والمتواصلة لإنزال ولتنزيل وإنجاح
الإصلاح المتعلق بالتربية والتعليم. وفي هذا الإطار أيضا تعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة على ضخ دماء جديدة تمتاز بالخبرة لضمان تحقيق التزامات خارطة الطريق، ويندرج تعيين السيد مولاي عبد العاطي الصفر مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية وتكوين الجهة الدرعاتفية في هذا السياق. أيها السيدات والسادة، أود أن أشير إلى أن السيد مدير الأكاديمية الجديد المعين حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، وعلى دبلوم السلك العادي العالي في التربية في التدبير الإداري من المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، وعلى دبلوم المدرسة العليا للأساتذة، وقد استهل مساره المهني أستاذا للتعليم الثانوي بسلكيه، ثم شغل عدة مناصب ومسؤوليات، رئيسا لمصلحة تدبير الموارد البشرية والاتصال، وكذا رئيسا لقسم الشؤون التربوية تحت إشراف وتقطير الأستاذ علي براد بأكاديمية سوس مسا درعا، ثم شغل بعد ذلك منصب مدير إقليمي لمديرية سيدي إفني ليعين سنة 2019 مديرا لأكاديمية جهة إلمين ودنون، وهو المنصب الذي شغله إلى حدود 31 غشت 2023، وتميزت فترة تحمله للمسؤولية بهذه الأكاديمية بتحسن مستمر في المؤشرات وتحقيق وتنزيل كل المشاريع المبرمجة في خارطة الطريق. ومن بينها توسيع العرض التربوي والرفع من مستوى التحصيل الدراسي وتقليص نسبة الهدر المدرسي في الجهة وضمان الجودة في مختلف برامج الدعم الاجتماعي. أيها السيدات والسادة، أدعوكم وطور الأكاديمي وكذلك خاصة أدعوكم كل من وقع إلى مواصلة تقديم الدعم المعهود فيكم للمدير الجديد خدمة لبنات وأبناء هذه الجهة العزيزة من وطننا الحبيب ولمنظومة التربية والتكوين.